بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على منحة جامعة مصر الدولية اللي هي MIU. هنتكلم عن المنح الدراسية المجانية اللي بتقدمها الجامعة لسنة 2019-2020. تعلن جامعة مصر الدولية عن تقديم عدد 40 منحة دراسية مجانية لطلاب الثانوية وخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الذين درسوا نظام STEM للعام الجامعي 2019-2020 في التخصصات التالية. إيه هي التخصصات؟ الهندسة قسم العمارة والاتصالات، كلية الألسن والإعلام اللي هو تخصص إعلام أو تخصص إعلام وألسن لغة إنجليزي، حاسبات ومعلومات، إدارة الأعمال والتجارة الدولية. طبعا احنا بنتكلم ان بننقل الموضوع بتاع المنحة من موقع جامعة مصر الدولية. بنوضح دلوقتي ايه هي الشروط المطلوبة وذلك بشروط تالية: المنحة مجانية طول سنوات الدراسة، يعني المنحة مجانية طول سنوات الدراسة. الحصول على الثانوية العامة من مدرسة حكومية مصرية بمجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى لدرجات القبول المقررة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكل كلية من كليات الجامعة. اجتياز الاختبارات المقررة حسب التخصص المطلوب ألا يكون قد تقدم للالتحاق بأي كلية بالجامعة الخاصة أو الأهلية. طبعا الكلام دوت مظلل عليه، يعني ما يكونش قدم قبل كده في كلية بالجامعات الخاصة أو الأهلية. بالنسبة للحالات الاجتماعية برجاء إحضار المستندات اللازمة، وسوف تقوم الجامعة ببحث اجتماعي للطلاب. يعني انت هتقدم المستندات اللازمة والجامعة هتعمل بحث اجتماعي للطلبة. التقدم للحصول على المنحة في موعد غاياته 29 أغسطس 2019. يشترط لاستمرار تمتع الطالب بالمنحة المجانية: 1- الحصول على تقدير جيد على الأقل عند انتقاله إلى الفرقة الدراسية الأعلى، يعني يحصل على تقدير جيد على الأقل لما يتنقل من سنة أولى لتانية ومن تانية لتل كده. يعني التزام السلوك الطلابي القويم واحترام التقاليد الجامعية، دي موجودة لكل الناس ولكل الطلبة ودي ما فيهاش إيه مشاكل. طبعا أنت تلتزم بالسلوك وهكذا. 8- التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة فقط. بتقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة فقط، يعني انت هتروح تسلم المستندات للجامعة هم يعملوا عليك بحث، بس بتقدم الأول عن طريق الموقع اللي هو اللي انا فاتحه دلوقتي قدامي، موقع جامعة مصر الدولية اللي هي MIU. للتقديم اضغط هنا. كل اللي انت هتعمله ان انت هتضغط على ايه؟ على اضغط هنا. طيب نروح بقى للشكل بتاع المنحة او المكان اللي انت هتقدم فيه. طبعا كاتب لك حتة فوق كده لازم تاخد بالك منها: الاسم باللغة العربية كما هو مثبت بشهادة الميلاد. هتكتب الاسم باللغة العربية اللي مثبوت في شهادة الميلاد. الاسم الأول طبعا، الاسم الأوسط، الاسم العائلة، الجنسية طبعا إذا كنت مصري طبعا لازم تكون مصري، الجنس كنت ولد أو بنت، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، الدين، الهوية الوطنية. الاسم الأول بالعربي، الاسم الأوسط، الاسم العائلة، وهكذا بقى. إيه بتبتدي بقى تكتب معلومات الاتصال بيك، معلومات الوصي. طبعا انت لازم تملى الخانات دي لان هو مش هينقلك للمرحله اللي هي نمره 2، معلومات الاتصال
ونمرة 3 معلومات الوصي والمعلومات الطبية، لما تملى البيانات دي صح وتحاول تملاها مظبوط تمام. هتخش بعد كده على معلومات الاتصال هتملاها، هتدوس التالي زي ما هو موجود تحت هنا الخطوة التالية تمام، هيوديك لمعلومات الاتصال، بعد كده الخطوة التالية هتروح لمعلومات الوصي، الخطوة التالية لمعلومات الطبية، الخطوة اللي بعديها معلومات القبول، الخطوة الأخيرة اللي هي معلومات أخرى، ويبقى كده أنت سجلت في المنحة بتاع جامعة مصر الدولية، وإن شاء الله بالتوفيق. وحاول التركيز وكتابة المعلومات مظبوطة وراجعها قبل ما تدوس على الخطوة الثالثة اللي هي التالية، يعني دايما تركز في كتابة البيانات عشان يبقى أنت المعلومات اللي أنت مقدمها بالمستندات بتوافي المعلومات اللي أنت كاتبها عن نفسك كده، وهم هيعملوا عنك بحث ميداني تمام، هيقوموا ببحث اجتماعي للطالب اللي مقدم، والمنحة دي لأربعين منحة، 40 طالب أو whatever يعني، بس المهم إن أنت تقدم بياناتك صح، لأن أنت الكليات أو التخصصات اللي هو عاملين فيها المنحة هندسة قسم عمارة واتصالات، كلية ألسن وإعلام تخصص إعلام أو ألسن لغة إنجليزية، حاسبات ومعلومات، إدارة أعمال وتجارة دولية. إن شاء الله بالتوفيق، وهنوافيكم بالمنح الدراسية في الفيديوهات اللي جاية، بالمنح الدراسية اللي بتقدمها الجامعات تمام، وإن شاء الله حظ أوفر وتنولوا كل اللي انتوا عايزينه.